Busto Camargo. نبتدي بقى. بصوا بقى عشان تفهموا السلف فيجن، انا عايزه هدوء بقى خالص، اوكي؟ علشان حتى تقدروا تفهموا مراحل السلف فيجن، لان هو موستلي مفيش وقت تفهم فيه او تذاكر فيه كلام مثال تاني، خلاص هي خلصت يعني الدنيا، انت على قدر شويه هتفهموا معايا، اعتقد ان هو قبل انت داخل بيهم الامتحان. هذا والله اعلم، اوكي؟ لان تقريبا مفيش وقت ان انت تقعد تستعيد تاني الكلام ده او تقعد تذاكره بطريقه، يعني هو بالكثير الناس هتقراه مره، اوكي؟ اللي هي احتمال يبقى النهارده مثلا تقراه، ويوم الامتحان ترجع تقراه مره ثانيه، وهتعتمد اعتماد كلي على اللي انت فهمته. خلاص كده؟ اوكي؟ فبليز مش عايزه صوت، هي ساعه وهتخلص القصه دي، اوكي؟ بصوا يا جماعه، الحصه اللي بعد الصلاه انا هبتديها 12 ونص مش واحده. ليه؟ انا لما بقول الساعه واحده الناس بتجيلي واحده ونص واثنين، لكن لما هقول 12 ونص يعني بكتير ممكن نبتدي واحده الا ربع علشان اعرف ابتدي بسرعه، علشان في حصه كونكتيف تيجي الساعتين. خلصنا كده؟ اوكي؟ طيب تعالوا بقى نبتدي. لا انا قلت مش عايزه صوت، بس مش عايزه صوت بقى خالص. بصوا يا جماعه، الحصه اللي فاتت خدنا حاجه اسمها السيل سايكل، اوكي؟ مراحل السيل سايكل، المرحله الاولى اسمها جي 1 اس جي 2، الثلاث مراحل دول اسمهم انترفيز، المرحله دي اسمها مايتوز. حد فاكر المايتوز ده كان مدته قد ايه؟ 1 حلقه. طب والجي 1 8 ساعات مينيمم، طب ودي 8 ساعات مينيمم، لا سوري ثابته، ودي 4 ساعات لو انتوا فاكرين. الخليه الصوت، لا يا جماعه بصوا اللي بيتكلم مش بس هو ما بيفهمش، يعني هو نفسه هو حر في نفسه، لكن بيعمل دوشه للي حواليه هم نفسهم مش فاهمين. راس نمبر 2، في ناس اوريدي ذاكرت وقرت ده فور شور 100%، في ناس ذاكرت اكيد، اوكي؟ وفي ناس ما لحقتش، فبرضو ادي فرصه للي ما ذاكرش او بيسمع الكلام مره ثانيه، بتدي له سكند تشانس انه يركز. لكن فما يبقاش الواحد اناني ان هو حاجه عارفها او فاهمها وذاكرها واللي جنبيه مش فاهم، اوكي؟ فسيبوني انا اللي اتكلم النهارده، لما احب اسالكم انا هسالكم، اوكي؟ المرحله اللي اسمها جي 1 الخليه كان فيها 46 كروموزوم بس شكل كروموزوم سنجل كده. المرحله اللي اسمها اس كان فيها 46 كروموزوم بس الكروموزوم كان دبل كده، يعني كان معمول من اتنين فتله كده، وبالتالي الجي 2 فيها 46 كروموزوم شكل كروموزوم دبل برضو. المرحله دي كان السام فيها 2 سنتريون فقط لا غير، 2 سنتريونز. طب والمرحله دي السام فيها 2 سنتريونز، اوكي، و2 قدر 2 سنتريول، يعني بقى جواها كام سنتريول؟ 4. طب ودي برضو فيها كام سنتريول؟ 4 سنتريول. كل 2 سنتريول بيعملوا مع بعض زاويه قائمه بالمنظر ده، يعني السل في المرحله دي فيها هنا 2 سنتريول، هنا 4 سنتريول، وهنا ايه؟ 4 سنتريول. اوكي؟ احنا ابتدينا المره اللي فاتت القصه دي وخلصنا منها. النهارده جايين ناخد انقسام اسمه الميتوزي وانقسام تاني اسمه الميوزي. اوكي؟ ايه دول بقى؟ باختصار كده، انا عشان اميز لك التو تايبس من الانقسام حضرتك لازم تبقى مركز معايا بقى كده. الانقسام الميتوزي اسمه ميتوزس، اسمه ايه؟ ميتوزس. انتوا خدتوه قبل كده في ثانوي بعنوان الانقسام متساوي او متناصف او ايا كان، مش عارفه ايه؟ متساوي صح؟ اسمه ايه؟ مش عارفه. خلاص انا طب خلاص انا اقول. بصوا بقى، المهم ان النوع ده من الانقسام بدأنا فيه بخلية اهي عشان تركز معايا جواها 46 سنجل كروموزوم عادي اهو، ده طبيعي جدا. الخلية دي قبل ان تبدأ ان تنقسم بتعدي بمرحلة اسمها الانترفيز. الانترفيز تشمل جي 1 اس جي 2، وهي في مرحله الاس ستيج ضعفت الكروموزومز او اتحدد الكروموزومز اللي فيها 46
دبل كروموزوم، ثم انقسمت الخلية إلى خليتين كل واحدة جواها 46 سنجل كروموزوم. يبقى ده لما أعمل الانقسام ده ابتديت بخلية عندها كم كروموزوم؟ 46 سنجل. عدينا بمرحلة اسمها G1S G2، ده لازم اسمها المرحلة التور البيني. اسمها ايه؟ التور البيني، اللي هو اسمه بالانجليزي الانترفيز. اسمه ايه؟ انترفيز. في هذه المرحلة اللي تم فيها دبل نمبر اوف كروموزومز، بدل ما كانوا 46 سنجل بقى 46 دبل. ثم انقسمت الخلية الى خليتين كل واحدة جواها 46 سنجل كروموزوم. الاحداث دي اسميها الانقسام الميتوزي. يبقى الانقسام الميتوزي عبارة عن ايه؟ بدأنا بخلية ام عدها 46 سنجل كروموزوم، انتهينا بخليتين ابنتين كل واحدة عندها 46 سنجل كروموزوم. اسمي ده انقسام ميتوزي. اسمي انقسام ايه؟ ميتوزي. اسمه ميتوزيس بيتم في انهي خلايا؟ الخلايا الجسدية. يعني ايه خلية جسدية؟ خلية كبد، خلية جلد، خلية جهاز هضمي. يبقى النوع ده من الانقسامات بيتم في الخلايا السوماتيك. يعني ايه كلمة سوماتيك؟ كلمة سوماتيك يعني زي خلايا الجلد، زي خلايا جهاز هضمي، زي كبد، زي الكلام ده كله اسمه سوماتيك. اسمه ايه؟ سوماتيك. خلصنا كده؟ يبقى ده اول نوع هندرسه النهارده اسمه ميتوزيس. اسمه ايه؟ ميتوزيس. ويعني ايه كلمه ميتوزيس؟ انقسام خليه ام عندها 46 سنجل كروموزوم، انتو خليتين ابنتين تو دوتر سيلز اتش كونتين 46 سنجل كروموزوم از مادر سيل، زي الام. اوكي اتفقنا؟ يتم ده في السوماتيك سيلز مش في اي خلايا تانية. سوماتيك خلايا جلد، خلايا جهاز هضمي، خلايا في الكلى، خلايا في اي حته في الجسم الا الجهاز التناسلي. خلاص كده؟ سمي ده ميتوزيس. المعلومه الثانيه، عندي انقسام ثاني اسمه ميوزيس. وكلمه ميوزيس اسمه بالعربي الانقسام الاختزالي. الميوزيس ده انقسام اختزالي. يعني ايه؟ عندي خليه جواها نفس الكلام 46 سنجل كروموزوم. خلاص؟ قبل ان تبدا الانقسام تعدي بمرحله اسمها كلنا عارفين اسمها G1 S G2. في مرحله الاس يبقى عندها كم كروموزوم؟ 46 دبل كروموزوم. اهو 46 ايه؟ دبل كروموزوم. ثاني مرحله اس. خلاص؟ لما الخليه تعمل الحكايه دي وتبدا الانقسام اسمي الانقسام ده ميوزيس 1. اسميه ايه؟ ميوزيس 1. اسميه ايه؟ ميوزيس 1. الميوزيس 1 بيبدا لما الخليه يبقى عندها 46 دبل كروموزوم. مراحل الميوزيس 1 انا اقول بروفيز، ميتافيز، تيلو فيز، لا انا فيز، تيلو فيز، اوكي اتفقنا. بعدها تدخل المرحله الخليه في مرحله اسمها تور بيني تاني G1 S G2، ونروح لاغين الاس هنشيلها خالص كانها مش موجوده. يعني دخلت في مرحله انترفيز عباره عن G1 و G2 فقط بدون ايه؟ اس. خلاص. وبعدين لما تدخل الخليه دي اللي هي انهت عمليه ام 1 ميوزيس 1 تبدا بعد كده حاجه اسمها ام 2. وهو ايه الام 2 ده؟ ميوزيس 2 عباره عن بروفيز، ميتافيز، هنقول اربع مراحل علشان اميز ده من ده.
اسمي ده بروفيز 1 ميتا فيز 1 مي انا فيز 1 تيلو فيز 1 وهنا ده 2. النتيجه بعد ما اخلص ده خالص المنتج عندي اربع خلايا كل واحده جواها 23 سنجل كروموزوم. تقدر تقول لي احنا ابتدينا بايه وانتهينا بايه؟ دي البدايه ودي النهايه. البدايه بتاعتك كانت ايه؟ تقدر تقول لي ايه الاحداث اللي حصلت؟ ابتدينا بخليه عندها كام كروموزوم؟ 46 سنجل كروموزوم. عدت بمرحله اسمها جي 1 اس جي 2 اللي هي اسمها ايه؟ انترفيز. اسمها ايه؟ انترفيز. نتج في مرحله الاس ان الخليه بقى جواها كام؟ 46 دبل. ابتدينا بعديها مرحله اسمها ام 1. الام 1 كم مرحله؟ بروفيز ميتا فيز انا فيز تيلو فيز. عدينا بعديها بمرحله ثانيه اسمها انترفيز. اسمها ايه؟ انترفيز. بس الانترفيز المره دي من غير ايه؟ without s. يعني ايه without s؟ يعني بدون s. عباره عن جي 1 وجي 2 وبعدين ندخل مرحله اسمها ام 2. هو ايه الام 2 ده؟ بروفيز 2 ميتا فيز انا فيز تيلو فيز بس هنحط جنبيهم رقم 2. المنتج النهائي عندي كم خليه انتجت؟ 23 كروموزوم اربع خلايا كل واحده 23 سنجل كروموزوم. الخلايا الاربعه اللي انتجت دي يا اما اسمهم سبيرمز لو احنا الاحداث دي بتحصل في التستس يا اما اسمهم اوفا لو بتحصل في الاوفري. الانقسام ده الاختزالي لا يحدث الا في تستس او اوفري. تستس وايه؟ اوفري. يعني ايه تستس واوفري؟ يا اما في الخصره يا اما في المبيض. لا ينتج منه منتج الا اسمه سبيرم اور اوفا. اوكي؟ حد يقدر يقول لي الفرق بقى؟ لو انا جيت سالتك هنا الانقسام الميتوزي عشان يحصل المراحل بتاعته اسمها برضو بروفيز ميتا فيز انا فيز تيلو فيز. مفيش بقى 1 و 2 برو فيز ميتا فيز انا فيز تيلو فيز. دي اسامي المراحل وهنعرف دي تشمل ايه. ايه الفرق بين الميتوزي والميوزي؟ ده بيحصل في الخلايا الجسديه ده لا يحدث الا تستس واوفري. الانقسام ده الخليه بتاعتي 46 سنجل كروموزوم عدت بمرحله اسمها انترفيز. الانترفيز يشمل جي 1 اس جي 2. في الجي في الاس تم مضاعفه الكروموزومز بقى عددهم 46 دبل واكيد تم مضاعفه برضه السنتريولات. اوكي؟ طب لو جيت سالتك الانقسام ده عدى بكام مرحله؟ بروفيز ميتا فيز انا فيز تيلو فيز. النهايه 46 سنجل كروموزوم و 46 سنجل كروموزوم اثنين دوتر سيلز. خلصنا من القصه دي؟ تعالوا بقى نمسك القصه الثانيه. الاحداث دي بتحصل فين؟ تستس او اوفري. عندي خليه ام عندها كام كروموزوم؟ 46 سنجل كروموزوم عدت بمرحله اسمها جي 1 اس جي 2. نتج عندي خليه كان جواها كام كروموزوم؟ 46 دبل. ابتدت حاجه اسمها مايوزيس 1. مايوزيس 1 يشمل اربع مراحل بروفيز 1 ميتا فيز 1 انا فيز 1 تيلو فيز 1. عندنا بعد كده بمرحله اسمها الانترفيز. الانترفيز عباره عن جي 1 جي 2 من غير مين في النص؟ بدون اس. وبعدين دخلنا مرحله اسمها ام 2 مايوزيس 2 عباره عن بروفيز ميتا فيز انا فيز تيلو فيز. لما خلصناه النهايه بتاعتي كان كام سنة؟ اربعه. بس كل واحده جواها كام كروموزوم؟ 23 سنجل كروموزوم. الانقسام ده عباره عن مرحله واحده لكن ده مرحلتين ورا بعض. مرحله اسمها الام 1 ومرحله اسمها الام 2. يفصل بينهما انترفيز لكن من غير اس ستيج. المنتج هنا خليتين كل واحده جواها 46 سنجل لكن المنتج هنا اربع خلايا كل واحده جواها 23 سنجل كروموسوم. خلاص بصوا بقى كلمه كروموسوم شكله كده بنسميه اس. طب وكروموسوم شكله كده بنسميه دي دبل. طب رقم 46 بنقول عليه كلمه ديبلويد.
طب ورقم 23 بنسميه كلمة هابلويد. يبقى دي مسميات. رقم 46 بقول عليه كلمة ايه؟ ديبلويد. رقم 23 بسميه كلمة هابلويد. يعني اقدر اقول لك هنا المنتج بتاعي اربع خلايا containing haploid number of single chromosomes. haploid number يعني كام؟ 23. ويعني ايه single؟ S كروموزوم. لكن هنا اقدر اقول لك عندي two cells with diploid number of S chromosomes. عرفت الجملة ماشية ازاي؟ يعني ايه diploid؟ 46. ويعني ايه single chromosome؟ لكن الكروموزوم اللي عامل شكله كده ده اسمه ايه؟ double. خلاص او دي. لكن يعني ايه كلمة diploid؟ 46. يعني ايه كلمة haploid؟ 23. المنتج بتاعي هنا اسمه ايه؟ سوماتيك سيلز، خلايا جسدية. المنتج بتاعي هنا اسمه ايه؟ سبيرم اور اوفا. اسمه سبيرم اور ايه؟ اوفا. بس كده. عرفت انا هدرس ايه دلوقتي؟ انا هدرس دلوقتي انقسام اسمه ميتوزي، وبعدين انقسام اسمه مايوزي. عرفت الفرق بينهم قبل ما نبتدي؟ ده بيحدث فين؟ اي خلية في الجسم، لكن ده لا يحدث الا بس اسمه اوفا. اوكي؟ احنا كده عندنا بيز نقدر نبتدي بيها. يعني ايه بيز؟ انا هحط قاعده الاول قبل ما ابتدي اشرح. اوكي؟ اللي عايز يصور صور عشان هشيل ده سريع. نشيل ده؟ راح فينا راح؟ أشيل؟ خليني على عندك؟ طب يلا. طيب ابعتوا لي. بلوتوث تمام. فتحة؟ عندك شريط؟ أشيل؟ لا بلوتوث عايزه. ما تبعتش عندك؟ يلا نمسح ده؟ خلاص؟ يلا يا جماعة نبتدي بقى ميتوز. مراحل الانقسام الميتوزي اسمها بروفيز، الطور التمهيدي او الاولي او البدائي او البدايه. برو يعني في الاول، التمهيدي الطور التمهيدي. برو يعني في البدايه، فيز يعني مرحله. بروفيز المرحله الاولى، المرحله المبدئيه، المرحله التمهيديه. بس كده. تعالوا بقى نبتدي بروفيز علشان ما تقعدش تحفظ كلام كتير، لان مفيش وقت تحفظ. دايجرام وذاكر منه الامتحان الام سي كيو زي كده. يعني سيادتك تصور لي الدايجرام ده عشان هتذاكر منه. البدايه بتاعتي كانت خليه عندها كام كروموزوم؟ 46 سنجل كروموزوم. عدت بمرحله اسمها انترفيز، يشمل جي 1 اس جي 2. في الجي في الاس بقى 46. يلا نبتدي الانقسام. ادي السل اهي، ادي سل جواها نيوكليوس، جواها نيوكليولس يعني نويه. جوه نواه الخليه 46 دبل كروموزوم. 46 ايه؟ دبل. يبقى احنا كده بعد ما عملنا ايه؟ جي 1 واس وجي 2، وبدل ما كان جواها 2 سنتريول بقى عددهم 4 سنتريول. يبقى اللي انا رسمهم دول ايه؟ 2 سنتريول، ودول اسمهم 2 سنتريول. البدايه ده المنظر اللي هبدا منه الانقسام. المرحله الاولى اسمها البروفيز. من غير ما تحفظ امسك لي كل حاجه في الصوره وقول لي ايه التغيرات اللي حدثت فيها، علشان ده انا اللي اقول ومحدش ينطق، انا اللي هقول. نمبر 1، نمسك واحده واحده ونقول ايه التغير اللي حدث فيها. نمبر 1، الاثنين سنتريول دول تحركوا عند قطب من اقطاب الخليه، والاثنين سنتريول دول تحركوا عند
بقطب من أقطاب الخلية. اختفى جدار النواة واختفت النوية وأصبحت الكروموزومات الداخلية شورتر وثيكر ودارك ليستين، أقصر وأثخن وواضحة أكتر، بدل ما كانت فتر رفيعة كده لدرجة إن هي باينة لايك ثريدز مثل خيوط، قبل كده كانت حاجات متشابكة مش شايفينها. أوكي؟ امسك لي كل حتة في الصورة وإيه اللي حصل فيها. نمبر 1، إيه اللي حصل؟ نمبر 1 الاثنين سنتريول دول موف أت وان بول أوف ذا سيل، يعني إيه وان بول؟ قطب من أقطاب الخلية. طب والاثنين سنتريول التانيين موف تو ذا أذر بول أوف ذا سيل، القطبين التانيين القطب التاني بتاع الخلية. إيه اللي حصل لجدار النواة؟ ديسابير. وإيه اللي حصل للنيوكليولس النوايا؟ ديسابير. طب وإيه اللي حصل للكروموزومات؟ شورتر تاركر وثيكر. خدنا قبل كده في السيتولوجي المنطقة التي تحيط بالكروموزومات تسمى الميكروتيوبيلر أورجانيزينج سنتر. تسمى ايه؟ ميكروتيوبيلر أورجانيزينج سنتر، اللي هي ايه دي؟ مركز تكوين منبع مستودع الأنابيب. من هذه المنطقة بتنبع أنابيب دقيقة، وكان ليها اسم آخر اسمها السنتروزوم. اسمها التاني ايه؟ سنتروزوم. منها تنبع أنابيب دقيقة اللي لونها أخضر دي، تسمى الميتوتيك سبندل، الخيوط المغزلية، تسمى الخيوط المغزلية. بس حد يقدر يقول لي ايه اللي حصل في المرحلة دي؟ نمبر 1، ايه اللي حصل؟ نمبر 1 movement of two centrioles at one pole، movement to the other two centrioles to the other pole، اختفاء جدار النواة nuclear membrane، اختفاء النوية nucleolus، الكروموزومز اصبحت شور ودار وثيكر وفيزيبلي الثين ثريدز، خيوط كانها باينه مثل الخيوط كده. المعلومه الثانيه، من المايكروتيوبولر اورجانايزنج سنتر امتدت انابيب للمايكروتيوبولر اورجانايزنج سنتر، الانابيب دي اسمها بدايه تكوين مايتوتيك سبندل او خيوط مغزليه. ينفع تشرح الصوره اخر مره لان مش عايزها تاني؟ يلا حد يقولي كده نمبر 1 ايه اللي حصل؟ عباس انت نايم. يلا يبقى نمبر 1 ايه اللي حصل؟ نمبر 1 ايه اللي حصل؟ تو سنتريول موف تو وان بول اوف ذا سيل وتو اذر سنتريولز موف تو ذا اذر بول اوف ذا سيل. ايه اللي حصل للنيوكليير ميمبرين؟ ديسابير. ايه اللي حصل للنيوكليولس؟ ديسابير. وايه اللي حصل للكروموسومات؟ شورتر ودارتر وثيكر وفيزيبلي سين الثين ثريد. وكلمه ثريد يعني خيوط. المرحله اللي بعد كده، طب يلا صور صور عشان هقفل. يلا يلا اقلب. يلا اقلب. المرحله اللي بعد كده متى فين؟ فوق الكروموزومات، الكروموزومات شورتر وداركر وثيكر تاني، تقصر وتدخن وتبقى تاني شكلها اقصر واتخن واوضح، وتقف الكروموزومات في خط استواء الخليه اسمه اكواتوريال بلين اور بليت. اكواتوريال جاي من كلمه اكواتور، خط الاستواء. يبقى الكروموزومات تقف فين؟ في منتصف الخليه، في خط استواء الخليه. عشان كده سميت المرحلة ميتافيز، المرحلة الاستوائية. ميتافيز كلمة مرحلة متوسطة، وفيها تتوسط الكروموزومز خط استواء الخلية، يعني بيقولوا عليها بالعربي المرحلة الاستوائية، وقوف الكروموزومات في نص الخلية. عددهم كم كروموزوم؟ 46 اهم. خلاص اتنظمت. بعديها تبدأ الخيوط المغزلية تنقسم إلى ثلاث أنواع، نوع مرسوم بالقلم الأخضر، ونوع مرسوم بالقلم الأزرق، ونوع مرسوم بالقلم البنفسجي. النوع اللي مرسوم بالقلم الأخضر تقدر تقولي من الشرح ممتد منين لمنين؟ من مايكرو تيوبولار أورجانايزنج سنتر لمايكرو تيوبولار أورجانايزنج سنتر. خلاص؟ واحد يقول لي مش عايز اقول كده، من السنتروزوم للسنتروزوم، صح؟ واحد يقول لي من الاثنين سنتريول للاثنين سنتريول، صح؟ خلاص؟ الخيوط الخضراء دي ممتده كده، تسمى سيتوبلازميك مايكروتوبيولز. تسمى ايه؟ سيتوبلازميك، لان بتمتد في السيتوبلازم منين لمنين؟ من سنتروزوم لسنتروزوم، من قطب لقطب اخر. المعلومه الثانيه،
الاناديب دي متصله تماما، يعني مكمله كخط واحد بدون اي تقاطع انقطاع. اهي الانبوبه لونها اخضر ممتده تماما، اهي من هنا لهنا ممتده من هنا لهنا. بعدين الانابيب الزرقاء تسمى كروموزوم المايكروتوبيول. اشرح لي الانبوبه الزرقاء دي ممتده منين لمنين؟ من السنتروزوم للكروموزوم. طب والانبوبه الزرقاء دي؟ من السنتروزوم للكروموزوم. هل الانبوبه الزرقاء دي خط واحد ولا متقطعه؟ متقطعه بوجود مين في النص؟ الكروموزومات. اسمها كروموزوم المايكروتوبيول. اسمها ايه؟ كروموزوم. يبقى من الصوره دي فين الكروموزوم المايكروتوبيول؟ ممتديه منين لمنين؟ من السنتروزوم للكروموزوم. ممتدية من سنتروزوم للكروموزوم. وايه اللي قاطعها في النص؟ وجود الكروموزومات. خلاص؟ المعلومة اللي بعد كده. الانابيب اللي لونها بنفسجي اسمها استرال. كلمة استرال يعني النجم، بيقولوا عليها النجمية، الانابيب النجمية. شكلها ايه؟ ممتدية منين؟ ممتدية منين؟ من المايكروتيوبولار اورجانيزنج سنتر، طالعة من المايكرو مشعة من المايكروتيوبولار اورجانيزنج سنتر. الكتاب مش كاتب لك هي بتلتصق بايه؟ انا هقول لك، بتلزق في سيل ممبرين الخلية، لازقة في الايه؟ في السيل ممبرين، يعني ممتدية الى ان تصل للايه؟ للسيل ممبرين. اوكي؟ اسمها ايه؟ استرال. اسمها ايه؟ استرال. بيقولوا عليها بالعربي اللي هي عاملة زي الايه؟ النجوم، زي النجمية كده. اوكي؟ الثلاث انواع الخضراء والزرقاء والبنفسجيه، الثلاثه معا اسمهم مايتوتيك سبندل. اسمهم ايه؟ مايتوتيك سبندل. كلمه مايتوتيك سبندل يعني الخيوط المغزليه. يبقى حد كده يقول لي يعني ايه خيوط مغزليه؟ عباره عن ثلاث انواع من الانابيب، الاولى الخضراء والثانيه الزرقاء والثالثه البنفسجيه. الخضراء ممتده من مين لمين؟ طب والزرقاء؟ السنتروزوم للكروموزوم. طب والبنفسجيه؟ حول السنتروزوم زي النجمه. وانا قلت لك لازقه في ايه؟ سيل ممبرين. تعالوا نمسكهم وظيفيا. الخضره تعمل على استطاله الخليه. الانابيب الخضره تطول لي الخليه، تخلي الخليه مشدوده طويله كده. الانابيب الزرقاء بتشد على الكروموزوم، تفصل الكروموزوم، بتقطع الكروموزوم. طب والانابيب البنفسجيه وتد لتثبيت السنترومير في السيل ممبرين زي الاوتاد. يعني ايه؟ انت لما تيجي تعمل خيمه اول حاجه تروح عامل ايه؟ تثبت وتد كده، وتد كده، وبعدين تشد عليه القماش بتاع الخيمه. الاسترال مايكروتوبيولز دي مثبته السنتروزوم ده في السيل ممبرين بحيث انه ما يتحركش، ومثبته السنتروزوم ده في السيل ممبرين بحيث انه هو ما يتحركش. ولما ثبت دول كده تماما اقدر بعد كده اشد السيتوبلازمك والكروموزوم المايكروتوبيول كويس. قال لك بدون دول ما يتثبتوا كده السنتروزوم ده ممكن يفضل متحرك كده، والسنتروزوم ده ممكن يفضل ايه؟ يتحرك كده. قال لك فبالتالي دي المحور الاساس الاكسس. يبقى دي كانها الانابيب الايه؟ المحوريه في التثبيت بتاع المايتوتيك سبندل. يبقى لما اجي اعمل مايتوتيك سبندل الاول اعمل الاسترال اثبتهم كويس كده، عاملين زي الاوتاد مثبتين السنتروزوم في جدار الخلايا، وبعدين ابتدي اعمل الكروموزوم المايكروتوبيول والسيتوبلازميك مايكروتوبيول. مين اللي اكتنج لايك اكسس؟ الاسترال. مين اللي اكتنج از اكسس؟ محور تثبيت الاسترال مايكروتوبيول. يبقى لو جيت سالتك مرحله الميتافيز ايه اللي حصل فيها؟ نمبر 1 كروموزومز دول بقوا شورتر وثيكر اكتر. ارينجد فين؟ ايكواتوريال بلين. اسمه ايه؟ مش عارف تقول ايكواتوريال، قول كلمه ايكويتور. وكلمه ايكويتور يعني خط الاستواء بتاع الخليه، والمرحله دي اسمها المرحله الاستوائيه المنتصف. فالمرحله الانتصافيه في النص ايه اللي حصل؟ ظهر لي ثلاث انواع من الانابيب. الانابيب الخضراء اسمها سيتوبلازميك، تمتد منين لمنين؟ سنتروزوم لسنتروزوم. والانابيب الزرقاء من السنتروزوم للكروموزوم. طب والانابيب البنفسجيه حوالين السنتروزوم زي النجمه. اوكي؟ وانا قلت لك بتتثبت في السيل ممبرين. دي فائدتها اللوكيشن اوف ذا سيل. دي فائدتها سيبريشن اوف الكروموزوم، تقطيع الكروموزوم. ودي فائدتها اكسس محور. خلاص يا عباس؟ طيب لو جيت سالت حضرتك كده
لو جيت سألت حضرتك نعم نعم الزرقة كروموزومال، الزرقة اسمها كروموزومال. طب بصوا كده، لو انا تخيلت كده، لو انا عندي كروموزوم اهو كده اهو، نص الكروموزوم اسمه ايه؟ سنترومير. طب بصوا بقى، السنترومير ما هو الا دي ان ايه؟ جينات. يعني ما ينفعش اعمل عليه عملية شد. ليه؟ لو انا تخيلت كده هعمل عملية تراكشن على الجين، ينفع؟ لا. فسبحان الله، علشان قبل ما الزق فيه انابيب اسمها كروموزوم المايكروتوبيول، ربنا راح عامل لنا حته بروتين كده على اليمين وحته بروتين كده على الشمال، بحيث ان انا لما اجي الزق فيهم المايكروتوبيول واعمل شد، بشد على البروتين مش على الدي ان ايه نفسه. تاني، في منتصف الكروموزوم سنترومير، لما اجي الزق المايكروتوبيولز الزلقه دي، مش هلزقها مباشرة في السنترومير اللي موجود في المركز، لا، ما للأول أعمل إيه؟ أبني يميناً ويساراً قطعتين من البروتين، أوكي؟ like this، قطعة يمين اللي مرسومة بالقلم الأخضر، وقطعة شمال مرسومة بالقلم الأخضر، أوكي؟ البروتين اللي مرسوم يميناً ويساراً ده اسمه الكاينيتوكور، اسمه إيه؟ كاينيتوكور، يعني إيه كلمة كاينيزيس؟ حركة. وكاينيتو كور مركز الحركة، اسمه ايه؟ مركز الحركة. يبقى قطعة البروتين دي عبارة عن بروتين ديسك. البروتين ديسك ده عبارة عن ايه؟ قطعة بروتين يمين وقطعة بروتين شمال. سميتهم ايه حتتين البروتين ده؟ كاينيتو كور. سميتهم ايه؟ كاينيتو كور. كاينيزيس يعني حركة، وكور مركز. خلاص كده؟ المرحلة دي اسمها ايه؟ ميتافيز. اسمها ايه؟ ميتافيز. المرحلة اللي بعد كده اسمها انافيز. اسمها ايه؟ مرحلة الانفصال. تبدأ او التقطيع، تبدأ الكروموزومات في التقطيع الطولي اهي. تقطيع طولي يعني longitudinal separation. يعني ايه longitudinal؟ تقطيع طولي، قطعت الكروموزوم بالطول. لو جيت سألتك كده أسمي يا عباس نص الكروموزوم لما اتقطع بالطول لفردتين كده، أسميهم سيستر كروماتيد. أسميهم إيه؟ سيستر كروماتيد. كلمة سيستر كروماتيد، كروماتيدات متشابهة أو إخوات، أخوات، شقيقات، متماثلات، أي حاجة. سيستر كروماتيد. أوكي؟ أوكي؟ اتفقنا؟ المرحلة دي اسمها أنافيز. وهدوني بس كده الانافيز longitudinal separation of the chromosomes. yes. يبقى يعني ايه انافيز longitudinal separation of the chromosome؟ انتو two sister chromatids. انتو ايه؟ two sister chromatids. طب وبعد كده telophase، المرحلة النهائية. كلمة telo يعني النهاية، ال end stage. telophase ال end، نهاية. ايه اللي حصل في telophase؟ تتخصر الخلية في المنتصف، يظهر لها خصر، اسمها مرحلة تخصر، يعني بيبتدي يظهر خصر اسمه كليفج فالو. يبقى الخلية ابتدى يظهر لها ايه؟ خصر. اللي أرى سيطولوجي يا ياسين يعرف ان الخصر بتاع الخلية ده ما هو الا اكتين فيلمنت. يبتدي الخصر ده يقطع الخلية الى قطعتين نصين من الصورة كده. لو انا تخيلت ان الخلية دي اتقطعت لنص يمين ونص شمال، قول لي كل نص اخد ايه من المحتويات؟ فكر الاول. 23 كل خلية خدت ايه؟ ده كام سنتريون؟ 2. وكام كروموسوم؟ 46 سنجل. 46 ايه؟ سنجل. كان كروموسوم 46 دبل، نصهم راح لهنا ونصهم راح هنا بالطول. يبقى دي راحت خدت لها 46 سنجل، ودي خدت 46 سنجل. لايك مين؟ المذر سيل قبل البداية خالص في الانقسام اهي. خلاص وصلنا لنفس الايه؟ الام قبل ما نبتدي نعمل اي حاجة خالص. لايك مين؟ مذر سيل. طب لو جيت سألتك بعد ما اعمل كده، هل دي شكلها كده بقت خلية؟ لا. لا لازم لها حاجة. ايه؟ انا اقول بقى نمبر 1
ألم كل الكروموزومز دي داخل نيوكليس وأعمل لها نيوكليولس بس. يبقى كل الكروموزومز بدل ما كانت عايمة كده جوه الخلية ألم كل التعابين دي جوه نواة، أعمل لهم غشاء وأدخلهم كيس وأدخلهم فيه، وكمان أعمل لهم حاجة اسمها نيوكليولس أو نوية، وكده بقى شكلها خلية محترمة. رجعت تاني جواها كام كروموزوم؟ 46 سنجل كروموزوم، ورجع لاني تاني ليها ايه؟ نواة، ورجع ليها تاني نوية نيوكليولس. بس في اختلاف، احنا خدنا لما الخلية تبقى غير منقسمة جواها 46 كروماتين، ده اسمه كروماتين، هو نفس التركيب بتاعه يوازي حاجة اسمها الكروموزوم. اتفق الناس على حاجة، لما الخلية تبطل انقسام ما قولش ان جواها كروموزوم 46 كروموزوم، ما نقول جواها ايه؟ كروماتين. نقول جواها كلمة ايه؟ كروماتين. ما بنقولش جواها كلمة كروموزوم، بنقول عن جواها كلمة ايه؟ واحد يقولي ما دي هو دي صح، بس الفرق بينهم ايه؟ كوينينج. لما ارجع تاني من كروموزوم لكروماتين اعمل حاجة اسمها ايه؟ ان كويل. يعني ايه كلمة ان كويل؟ هفك المنظر ده. الخلية لما تبطل انقسام بقى خالص، الكروموزومز اللي كان موجود جوه ده يرجع يحصل له ان كويل، واسميه في الحالة دي الكروماتين، واسميه في الحالة دي ايه؟ واحد يقول لي يعني الخلية جواها 46 كروموزوم؟ اقول له اه. يقول لي هم 46 كروماتين؟ اقول له ايوه. ايه الفرق بينهم؟ طيب اثناء الانقسام بسميه كروموزوم، وعدم الانقسام بسميه كروماتين. ايه الفرق بينهم؟ لما الخلية رجعت تاني لحالها ومش هتنقسم، ارجع الكروموزوم لكروماتين عن طريق ان انا اعمل له حاجه اسمها ايه؟ انكويل. اسمها ايه؟ انكويل. حد يقدر يقول لي الاند ستيج اللي اسمها تيلوفيز ايه اللي حصل فيها؟ حصل خصر للخلية. اسمه ايه الخصر؟ اسمه كليفج فالف. اسمه ايه؟ كليفج فالف. مين اللي عمله؟ اكليف. مين اللي عمله؟ اكليف. طب وبعد ما ظهر كليفج فالف اتقطعت الخلية الى نصفين، كل نصف منهم يحتوي على 46. ثانية واحدة يا جماعة، من الصورة يحتوي على 46 سنجل كروموزوم. طب النص ده بيحتوي على 46 سنجل كروموزوم، وكم سنتريون؟ اثنين. وهنا اثنين. لايك مين؟ ناقصت حاجة عشان تبقى خلية محترمة. واعمل ايه في الكروموزوم؟ هو الكروموزوم كان مشدود كده وعامل نفسه كده بقى عشان ايه؟ عشان كان بيحصل له عملية انقسام. طب وبعدين لما ابتدت الخلية ترتاح كده ومفيش انقسام، ارجع الكروموزوم يبقى اسمه كروماتين، وعشان ارجعه من كروموزوم لكروماتين بعمل له حاجة اسمها انكويل. اسمها ايه؟ اسمه كده؟ اوكي كده؟ انا كده خلصت حاجة اسمها مايتوزس. اسمها ايه؟ مايتوزس. نبدأ. نعم؟ لا يا حبيبي، في الاخر خلص اترجم. ليه؟ لازم اخلص مايوزس الاول وبعدين اترجم المايتوزس على المايوزس. اوكي؟ طيب تعالوا بقى. مايوزس يا خلاص. اشيل ده، اشيل. اشيل الكلام ده. يلا جماعة أشيل ده. Thank you.
يلا بقى نبتدي مايوزس. ممكن نبتدي مايوزس؟ يلا ابتدينا سل مادر سل و 46 سنجل كروموزوم. انتوا بقى قولوا معايا عدينا مرحله اسمها انتر فيز عباره عن جي 1 جي 2 اس جي 2 في الاس بقى عامل كروموزوم 46 ضرب. عدينا بعد كده مرحله اسمها ام 1 عباره عن بس عشان اميزهم كتبت جنبيهم رقم واحد. وبعدين عندنا مرحلة اسمها انترفيرنس G1 اس G2. وبعدين دخلنا مرحلة اسمها عبارة عن بروفيز خلاص. تعالوا بقى نبتدي هنا. عند الاستعداد للميوزس عندنا مرحله اسمها انترفيز. اوكي في مرحله الانترفيز تم مضاعفه الكروموزومز فاصبح عدد الكروموزومز 46. طب يا ابني الموبايل مش هيروح في حته ايه ده بس عشان تفهم ده لو عدى منك خلاص باظ مش هتعرف تذاكره لو حصل ايه في البيت لوحدك خلاص يبقى اسمهم 46 ايه دبل كروموزوم. تعالوا نبتدي الانقسام بقى نمبر 1 علشان نبتدي الانقسام بروفيز 1 ميتافيز 1 انافيز 1 تيلوفيز 1. يبقى اكيد لازم نبتدي باول حاجه كلمه ايه بروفيز 1. وقفوا في البروفيز دي فتره بقى. لقوا البروفيز 1 في الرجاله 22 يوم وفي الستات 12 ل 45 سنه. يبقى مدته قد ايه في الستات؟ 12 ل 45 ايه؟ سنه. اوكي؟ طب وفي الرجاله يستغرق مدته قد ايه؟ 22 يوم فقط. لو كان في الستات كان 12 سنه الى 45 وهتستغرب انه ممكن يمتد ل 50 سنه. اوكي؟ طب انا اقول بقى ليش؟ بصوا بقى يا جماعه التستس الاحداث دي بتحصل جوه يا تستس يا اوبن. التستس بتاع البيبي اللي كان ولد لا تبدا في العمل وانتاج سبيرم الا عند سن البلوغ اللي هو مقدر بسن 14 15 سنه مثلا. اوكي وعلشان تبتدي تنتج سبيرم تعدي بالبروفيز 1 ميتافيز 1 تيلوفيز. لقوا ان البروفيز 1 يستغرق 22 يوم ودي حاجه مش غريبه. يبقى التستس بتبتدي العمل امتى؟ بعد سن البيوبرتي وانتاج ايه؟ سبيرم. خلاص وفتره البروفيز 1 لقوها عشان بتاخد وقت قد ايه؟ 22 يوم. الايه الغريب؟ يعني 22 يوم محدش مستغربه لكن ايه الغريب؟ 12 سنه. اوكي الاوبري العكس الاوبري الخليه الام اللي جوه الاوبري يعني ايه ام حامل في جنين بنت. الام حامل في جنين ايه بنت. الجنين اللي نوعه بنت ده الاوبري بتاع البنت الجنين دي قرر يعمل اوفا يعني بويضات وهي ما زالت جنين بيكون في بطن الام. دي مشكله ليه؟ لو اتولد في البنت المبيض بتاعها جواه بويضات ناضجه يحصل حاجتين يجي لها بيريود يعني دوره شهريه على طول. طب وتاني حاجه تبقى جاهزه ان هي تتخصب يعني ينفع تتجوز على طول. هل ده يجوز؟ لا. فقالك ايه؟ لا يجوز ان تتولد بنت عندها مبيض جواه بويضات ناضجه ما ينفعش. بس كانوا اكتشفوا الموضوع ده الاوبري بتاع البنت الجنين سبحان الله
متاخر شويه. يعني ايه؟ كانت ابتدت فعلا خلايا جوه المبيض جواها 46 سنجل كروموزوم بالمناسبه اسمها الاوجونيا. اوجونيا مش مهم الاسم. بدات بالفعل وهي البنت لسه امبريو يعني جنين في بطن امها، ابتدى المبيض بتاعها يحاول ينتج في الاخر بويضات اللي هم دول الاربعه دول اللي جواهم 23 سنجل كروموزوم. كان ابتدى فعلا يعمل المحاوله دي. الولاد عاقلين من الاول كده، كانوا واخدين القرار، قال لك يا عم مفيش لا انتاج لا سبيرم بلا بتاع، اجل الموضوع ده للبيبرتي. لكن الاوفري بتاع البنت كان ابتدى يعمل الموضوع ده فين؟ انترايترين لايف، يعني البنت ولسه امبريو في بطن امها. وبعدين ابتدى لك يلا بسم الله الرحمن الرحيم بروفيز 1. قالوا له استنى ابني راح فين؟ ايه المصيبه دي؟ وقف يا عم المهزله دي، اقفل على كده. وقفوا المهزله، وقفوها فين؟ وعدوها في طبعها البدائي. يعني وهي لسه في بروفيز 1 راحوا عاملين انهبيشن للديفيجن، عدم استكمال المراحل. في انهي مرحله؟ بروفيز 1. لحقت عملت حاجه؟ طب لما الاوفر اكتشف المصيبه دي السل وهي في البروفيز 1 قالت لهم طب ارجع تاني ابقى اوجونيا زي ما كنت. قالوا لها نفر اللي جه اللي حصل ما يرجعش تاني. طب اكمل ميتافيز 1؟ طب لا تكملي كده ولا ترجعي كده ولا تكملي، خليكي واقفه في البروفيز. مش انت في دماغك؟ خليكي بقى. تخيلوا لحد دلوقتي العلماء ما عرفوش هي ليه الحكايه دي بتحصل، الى الان اصبح ده ما زال سر، محدش اكتشف هي ليه قررت تدخل في البروفيز 1. محدش عارف. طب لو جيت سالتك بقى وقفت في مرحله البروفيز 1 يبقى الخليه كان اسمها اوجونيا، ابتدت انهي مرحله؟ عدت بالجي 1 والاس والجي 2 وبعددهم دبل وابتدت ايه؟ بروفيز. وعملنا لها انهبيشن لاستكمال المراحل. فضلت واقفه كده في المرحله واتولدت البنت على كده. يبقى لما اجي اسالك البنت اتولدت مبيضها جواها خلايا واقفه في انهي مرحله؟ وحكمنا عليها بعدم استكمال الانقسام الا وقت البلوغ اللي هو بعد كام سنه؟ 14 سنه. يبقى فضلت الخلايا جوه الاوفري واقفه في انهي مرحله؟ ولم يسمح لها باستكمال مراحل الانقسام ميتافيز وانافيز وتيلوفيز وتو الا بعد سن البلوغ اللي هو ممكن يبقى 10 سنين 11 سنه 12 سنه ايا كان. اوكي. في معلومه ثانيه، البنت لما بتتولد اول ما بتتولد بنديها ستور جوه الاوفري. يعني ايه ستور؟ يعني خزين من البويضات. كم واحده مدينها 300,000 تبتدي بيهم الحياه، وقلنا لها استني 300,000 واحده اهو معاكي مدى الحياه. تقول لك مدى الحياه يعني ايه؟ حد سن 50 52 45 اللي هو سن الياس، معاكي دول خلصوا منك في النص باظوا اي حاجه ما عندناش تاني. هو ده استني. هي بقى تيجي تقسمه، وصلت لسن البلوغ عند سن 12 سنه تطلع بالعدد كل شهر منهم شويه. تقول لك دول هنطلعهم للشهر ده، اللي هنطلعهم للشهر ده يكملوا بروفيز 1 ميتافيز انافيز تيلوفيز بروفيز 2 ميتافيز انافيز تيلوفيز واسمهم بويضات. طب ونيجي الشهر اللي بعديه شويه تانيين تستكمل بروفيز ميتافيز انافيز تيلوفيز وهكذا لحد اخر شويه يجي عليهم الوقت اللي يستهلكوا عند سن الياس اللي هو سن تقريبا 45 قد يمتد الى 50 سنه. يبقى اخر ناس هيكملوا البروفيز والميتافيز والانافيز والتيلوفيز كانوا واقفين في البروفيز كام سنه؟ 50 سنه. كانوا عرضه ان يحصل لهم ايه؟ يبوظوا. تخيل كروموزوم واقفه في مرحله اسمها البروفيز، لا هي بتكمل الانقسام ولا مستنيه زي ما كانت بدايه، يبقى عرضه ان هي تبقى واقفه في مرحله البروفيز عرضه ان يجي لها ايه؟ خلل. دايما يا جماعه تسمع عن يقول لك البنات ما تتجوزش في سن كبيره، ليه؟ لكن الراجل ممكن يتجوز ويخلف أو اطفال اصحاء في اي عمر. ليه؟ كل الاوفا او بلاش نسميهم بقى اوفا، اسمهم الخلايا اللي بدات الانقسام اللي اسمها اوجونيا، واقفه في مرحله متسمره كده اسمها ايه؟ بروفيز 1. تخيل حد واقف في البروفيز 1 50 سنه لازم هيكون ايه؟ باظ اكيد باظ. طب ولما يقفوا 20 سنه، تخيل 20 سنه ما بيحصل لهمش حاجه وزي الفل؟
ده من حكمة ربنا. طب و22 سنة جميل جدا، طب و25 سنة جميل جدا، وده السن الايديال للبنات ان هي تتجوز وتخلف خلاص. طب وبعد سن وعند سن 30 تبتدي بقى الكروموزومز واقفة في البروفيز تتعب بقى. ايه يعني القرف ده؟ تعرفين لسه في البروفيز الكروموزوم اللي رجله وجعته، والكروموزوم اللي دراعه باظ، والكروموزوم اللي السندودير بتاعه فك، والكروموزوم يبتدي يظهر عليه عهات خلاص، والكروموزوم اللي لازق في بعض وعمل كده كلها عهات تبتدي تظهر عند سن كام؟ 30. وعند سن 35 توصل لمرحلة تانية، وعند سن 40 للبيك وعرضة ان هي تخلف عيال بعد شوية لان كل الاوبة اللي هتنتجهم بايظين. واحد يقول لي ما انا امي خلفت 50 سنة ومش عارفة خالتي خلفت 48. ده مش بالشر، لكن ليه نسبة جامدة جدا عرضة ان الكروموزوم بتكون عطلت وباظت كل ما يمر عليها وقت اطول في البروفيز 1. عرفنا يعني ايه بروفيز 1 يستغرق وقت قد ايه في الستات؟ قد ايه؟ 12، اللي هو يمثل بسن ايه؟ البلوغ. طب و45 اللي هو يمثل بسن المينيبوز اللي هو الياس. اتفقنا؟ اوكي؟ يبقى في البروفيز 1 في الرجاله يستغرق كام يوم؟ 22. وفي الستات 12 ل 45 سنة. امتى ابتدت خلايا الاوفري تشرع في عملية البروفيز؟ والبنت جنين في بطن امها. بس عملنا ألاست وقفنا المرحلة دي عند أنهي مرحلة؟ بروفيز 1. وفضلت الكروموزومز واقفة في بروفيز 1، لا منها بترجع تاني زي ما كانت ولا منها بتكمل مراحل الانقسام إلى أن تصل البنت لسن البيوبرتي. عند سن البيوبرتي تبتدي استكمال مراحل الانقسام، بس مش كلهم على مرة واحدة. احنا مسلمينها في بداية حياتها كم أوبر؟ كم واحدة سن؟ 300,000. قلنا لها اتفضلي 300,000 استهلكهم بقى براحتك، ان شاء الله تجيبهم كلهم على شهر واحد خلصت الدنيا. اوكي براحتك بقى. ايه هي تبتدي الاوفر بتاعها يطلع كل شهر ايه؟ عدد محدد منهم جدا يستهلك كل شهر. يعني كل شهر طلعنا مثلا 20 فضلوا يكملوا بروفيز ميتافيز انا فيز تيلو فيز. طب الشهر اللي بعده طلعنا كده، هو فعليا كل شهر بيستهلك يبتدي باستهلاك 300 واحده كل شهر. اوكي ال 300 يبتدوا يدخلوا سباق، واحده منهم بس بتنجح في السباق ده، وده سميه اللي هو تكميل او استكمال مرحله مايوزيس 1 وتكميل مرحله مايوزيس ايه 2. فهمنا القصه؟ تعالوا بقى نبتدي مين اطول مرحله هنقعد فيها؟ بروفيز. اوكي طب تعالوا بقى نمسك مراحل البروفيز 1. اول ما تخلص بروفيز 1 كانك خلصنا وتقريبا هنمشي. يلا ادي السن، ابتدينا بسن جواها 46 دبل كروموزوم وجواها 2 و2 سنتريول، يعني جواها 4 سنتريول. ايه اللي حصل؟ اول في البدايه يا جماعه عشان خالص في الميتوسيس الكروموزومز كانت بتقف ازاي؟ طابور في خط الاستواء، الطابور فيه كام واحد؟ 46 طبق واقفين طابور. الميوزيس هنعمل حاجه غريبه قوي، هنجيب 23 كروموزوم ونصفهم جنب 23 كروموزوم. في الميتوسيس كان عندنا 46 برضو بس كنا بنوقفهم ايه؟ صف واحد. طب في الميوزيس صفين. طب لو جينا سالنا هي الكروموزومات دي سواء كانت في تستس ولا اوبري ولا في اي حته هي اتورثت منين؟ جت منين؟ نصهم ام ونصهم ايه؟ اب. الى الان الخطوه دي فيها اعجاز، محدش عارف يفك المعجزه دي ازاي حصلت. قالك لقوا كروموزومات لوحديها تصطف فيه صفين، صف فيه 23 وصف فيه 23، المورثين من الام في طابور والمورثين من الاب في طابور منفصل. ودي بحد ذاتها ايه؟ معجزه. بمعنى انا جيت دلوقتي عددنا 46 في الكلاس، وقفتكم ورا بعض طابور واحد 46 ورا بعض اسمي ده ميتوزيس. جبتكم طابورين، طابور بنات 23 طابور اولاد 23 اسمي ده ميوزيس. يبقى في الميوزيس وقفه الكروموزومز هي اللي بتحدد الانقسام، لان الكروموزومز بدل ما كانت بتقف طابور طويل 46 وقفوا في طابورين كل طابور فيه 23 كروموزوم. ومش بس كده، ده الكروموزوم اللي انا رسمهم بالقلم الاحمر ماتيرنال موروثات من الام، والمرسومين بالقلم الاسود موروثات من الاب. سبحان من خلق فابدع وخلاهم يقفوا بالمنظر ده. ترتيب لا يعجز
مفيش حد يقدر يتخيل ان ده ممكن يحصل ويحصل لوحده وتلقائي ومن غير ما حد يفكر وان ده بيحصل. طب ولو جيت سألتك ده مش بس العظمة في كده، لقوا كروموزوم رقم واحد يقف لازم بجواره شبيهه رقم واحد، وكروموزوم رقم اتنين يقف بجوار شبيهه نمرة اتنين. يعني ما ينفعش كروموزوم نمرة واحد يروح واقف جنب نمرة خمسة، ولا نمرة اتنين جنب نمرة سبعة، لا ده لازم ايه؟ نمرة واحد جنبين نمرة واحد. قالك ليه؟ قالك اصلهم الكروموزومات نمرة واحد واثنين وثلاثة طوال، وبعدين اربعة وخمسة قصيرين، وبعدين ستة وسبعة وثمانية وعشرة اقصر، لحد ما نوصل لكروموزوم نمرة 21 كروموزوم نونة قصنن كده صغنن قوي صغنن خالص. لكن الكروموزومات نمرة واحد قالك سبحان الله واقفين ايه؟ الطويل جنب الطويل، والمتوسط جنب المتوسط، والقصير جنب القصير، ومفيش غلط في الموضوع. عايز اسمي الكلام ده اقول عليهم ازواج من الكروموزومات المتشابهه. عايز اقول ازواج من بايفيلنت هيمولوجس كروموزومز. بايفيلنت يعني زوج، هيمولوجس يعني متشابه، يعني ما وقفوش ازواج وخلاص، ده وقفوا ازواج من ايه؟ كروموزومات متشابهه. يعني كروموزوم نمره واحد موروث من الام يقف بجوار كروموزوم نمره واحد يعادله موروث من الاب. اسمي هذا الزوج من الكروموزومات بايفيلنت هومولوجس كروموزومز، اسميهم ايه؟ بايفيلنت هومولوجس كروموزوم. لو جيت سالت حضرتك كده الكروموزومز بتقف ازاي في الميوزيس؟ صف اسمه 23 واحد اسمه ماتير واقفين الازواج مصطفه بيزوري بايفيلنت هيمولوجس. يعني ايه بايفيلنت ازواج؟ يعني ايه هيمولوجس؟ طب وبعدين تبتدي الكروموزوم تبقى واقفين اهو زوج جنب بعض، نصهم من الام هم ونصهم موروث من الايه؟ من الاب. زي كده نقف طابور بنات وطابور ايه؟ ولاد. يبتدوا يقولوا ايه؟ تيجي نحط رجلين على رجلين بعض الكروموزومز وبعضيها، بس لازم يكون هيمولوجس كروموزومز. يعني ايه كروموزوم؟ يعني ما ينفعش الكروموزوم الطويل نمرة واحد يجي للكروموزوم اللي قصنن مش عارفة نمرة 21 يقول له تيجي نحط رجلين على، لا لازم يكونوا ايه؟ نفس الطول. ده مش بس يحطوا رجليهم على بعض، لا ده بعد شوية يقول له تيجي نبدل حتة من رجلينا مع بعضينا، انت تاخد حتة رجلي وانا اخد حتة من رجلك ونبدل الرجلين مع بعض. يوافق. اسمي تبادل الارجل، بس لا مين اللي يبدل مع مين؟ ينفع كروموزوم نمرة واحد ابو رجل طويل يدي ابو رجل مسلوخة صغنن اللي هو كروموزوم 21 يديله رجله وياخد رجله الصغننة؟ لا ده لازم يبدله بمين؟ هيمولوجس كروموزوم. التبادل ده اسميه العبور او كياسمة او كروسنج اوفر. يبقى اسميه كلمه بالعربي العبور، واسميه كروسنج اوفر، واسميه اكستشينج اوف جينيتك ماتيريال بتوين بيرز اوف هيمولوجس كروموسومز، اسميه كيازمه او اسميه كروسنج اوفر او كيازمات. خلاص اسمي ده العبور بالعربي. طب خلاص بدلوا يقفوا جنب بعض تاني صفين محترمين بعد ما عملوا تبادل للكروموزومات. صفين اسمي كل ده البروفيز. يبقى البروفيز ايه اللي حصل فيه؟ اول حاجه الكروموزوم اصطفت صفين. الصفين جايين ازاي؟ ماترنال وباترنال. خلاص اسميهم ايه؟ هيمولوجس بايفيلنت كروموزومز. وبعدين الكروموزومز يبقوا شورتر وثيكر، اقصر وادخل. وبعدين نبتدي رجليهم تعبر على رجلين بعض، اسميه كروسنج اوفر او اسمه كيازماتا او اسمه العبور الجيني او اسمه كيازما. يبدلوا جينات ما بينهم وبين بعض، وبعدين يقفوا في طابورين بعد ما عملوا تبادل جيني. خلاص جي عالم بقى لقوا كل شويه الكروموزومز تقصر وتدخل تقصر وتدخل. بصوا هنا الكروموزومز كان شكلها هنا ايه؟ طويل وحاجات رفيعه كده فتل الياف، وهنا فتل والياف كده شكلها مش حلوه.
طب وبعد شويه ابتدت الكروموزومز تبقى ايه شكلها شورتر اند ثيكر، لدرجه ان هو يا عباس لما جم يعدوا عدد الكروماتيدات في المرحله دي بعد التبادل الجيني، جم يعدوهم وفي المرحله دي جم يعدوا عدد الكروماتيدات في كل زوج، لقوهم واحد اثنين ثلاثه اربعه، عارفين يعدوهم كويس، اربع كروماتيدات واضحين. طب في المرحله دي قالك ما كانوش عارفين يعدوا بوضوح لان الكروموزومات شكلها وحشه معوجه كده ومش باينين قوي. لكن في اي مرحله بنعرف نعدهم كويس؟ المراحل دي ابتدي لما قصرت الكروموزوم عرفت عددهم كانهم اربعه كروماتيد. طب تعالوا الزوج ده نعدهم، واحد اثنين ثلاثه اربعه، عايز اقول اربع كروماتيدات بيقولوا عليها تتراد، تترا يعني اربعه كروماتيد، تترا يعني اربعه، تتراد يعني اربعه كروماتيدات. خلاص؟ طب تعالوا بقى، انا مش عايزه نوع من الغباء، بمعنى نفس اللي قلته في الميتوزس هيحصل في الميوزس، ظهور انابيب بثلاث الوان، الاخضر سيتوبلازم، الازرق كروموزوم، البنفسجي أسترا. وبعدين تبدا انقسام الخليه الى اثنين، ثم تخصر وانفصالها الى خليتين تماما، تيلوفيز. يبقى دي ميتافيز، واقفين في خط الاستواء وظهور الخيوط المغزليه، انقسامها طوليا انافيز، سيبريشن انتو تو دوتر سيلز تيلوفيز، بالظبط زي مين الميتوزس، بس المره دي من غير ما تقعد تبتكر. الله يكرمك عشان ما تودناش في داهيه، دي ساعات اجابه ممكن ادعي عليكم تروحوا كلكم في 60 داهيه. اوكي طيب، اوكي طب ما تفكر بقى لو قسمت دي انتو تو دوتر سيلز، رايب الاجابه جنوب افريقيا. طب حد يقول لي كل خليه تاخد كم كروموزوم من الرسمه يا عبيط؟ 23 دبل صح؟ لا لا ما قلتش 46، لا ما تقلقش، قول لي اللي مرسوم دي خدت كم كروموزوم؟ 23 دبل، ودي خدت بس ممكن ما تفتيش تقول لي 23 دبل يعني 46 سنجل والقرف ده، اوصف اللي انت شايفه خدت كم كروموزوم؟ بس وتسكت لحد كده. نبتدي ده نهايه مايوزس 1 خلص، نبدا مرحله اسمها مايوزس 2، ما بينهم في النص مرحله اسمها جي 1، اس مش موجوده، وبعدين جي 2. طب يلا بقى تعالوا دي نقسمها تاني، اقسمها بالطول كده، تنقسم الى 23 سنجل و23 سنجل. طب ودي اسمها لي بالطول 23 سنجل و23 سنجل. طب انا عدي كم مرحله؟ بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز، ما فهمش اي كلام. ميتافيز يعني تقف في خط الاستواء وتظهر خيوط مغزليه، انافيز يعني انفصال طولي للكروموزوم، تيلوفيز يعني انفصال نهائي لخليتين. طب ممكن اسالك كده، الاختزالي الثاني اللي هو اسمه ام 2، ما بين ام 1 وام 2 في مرحله اسمها انترفيز، عباره عن جي 1 اس جي 2. خلاص، بس الاس موجوده ولا مش موجوده؟ ملغيه من الصوره. طب بص كده، لو ده قسمناه بالطول نتاج لي خليتين، وده بالطول نتاج لي ايه؟ خليتين. بس شايف الخلايا بقت شكل الكروموزومات بتاعتها ايه؟ منوعه، بعض كروموزوماتها موروثه من ام وام، ودي اغلبها يطغى عليه اب وحته من الام. ده التعدد في شكل الخصائص الوراثيه. المنتج ده اسمه ايه الاربعه دول؟ في الراجل اسمه سبير، وفي الست اسمهم اوفا. يبقى المنتجات الاربعه دي اسمها ايه؟ اوفا. وفي الرجاله اسمها سبير. في السبيرم في الراجل الاربعه عايشين وزي الفل، في الستات واحده بتبقى حلوه والثلاثه التانيين مش قوي. اوكي اتفقنا؟ افتح اول خليه تمام، بتقولي نص اسود ونص احمر. اي أيوة حبيبي بالاسود كيف الاسود لا بص ده لسه مفيش تخصيص خالص، ده الانقسامات دي بتحصل
Thank you.